وبرضه لسه بنعيش اجواء الفرحه ونروح لزميلنا فاروق صلاح مره تانيه ولقاء مع ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي. ياسر مليون مبروك، بطوله افريقيه، بطوله بتضاف في تاريخك، الحمد لله على سلامتك يا كابتن ياسر. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم لي. الحمد لله طبعا على النهارده المكسب والبطوله، فطبعا ده ببارك لجمهور النادي الاهلي كله واللعيبه والاداره والجمهور، يعني الواحد مبسوط جدا بصراحه. دي البطوله الرابعه، فربنا يديمها يا رب في حياتنا نعمه. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، اللي كان مستني ان هو يقع. لا، ده النادي الاهلي دايما بيركز في قوي حاجه بيدخلها وبياخدها على طول، فالحمد لله رب كده مزيد من البطولات ان شاء الله. ياسر شايف حب الجمهور لياسر ابراهيم ازاي؟ الناس او المحللين لما بيتكلموا على ياسر ابراهيم بيقول اللعيب اللي تجيبه من البيت تحطه في الملعب هيأدي، هيكون راجل في اي وقت. ده طبعا ثقة الجمهور في الواحد بتطمنه طبعا، والواحد بيبقى نازل بيبقى عايز يحط كل اللي عنده في الملعب عشان خاطر يبقى على قد الثقة والمسؤولية دي. فطبعا الحمد لله على الثقة اللي هم بيديها له دي دايما، ودايما يا رب معانا كده وفي ظهرنا في اي مكان بنروح، ومزيد من البطولات باذن الله. لكن مالك عايز تقول ايه لبابي النهارده؟ الف مبروك. انت بقى عايز تطلع لعيب كورة ولا عايز تطلع يقول لي؟ لعيب كورة. طيب عايز تطلع زي مين من لعيبة النادي الاهلي؟ كابتن ياسر ولا مين اكتر لعيب انت بتحبه؟ بابا اكيد. بابا يعني تلعب مدافع. طب وبالنسبه لكهربا حبيبك؟ زي بابا يعني. زي بابا برضو يا مالك. ربنا يحفظه لك يا كابتن ياسر، ومليون مبروك يا كابتن ياسر. الله يبارك فيك.